بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض دبلومة قواعد البيانات باستخدام برنامج مايكروسوفت أكسس مع أكاديمية وقف أونلاين. معاكم محمد مصطفى محمد سويس. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم في الاندكس، وحابب ان انا اوضحه تاني معلش للناس لانه مهم جدا ناخده عن فهم. بنعيد الكلام من تاني. متعودين ان عندنا حاجة اسمها اوتو نمبر، والاوتو نمبر احنا بنربطه بحاجة اسمها برايمري كي. ده حاجة جوه الاكسس وبس، مش عايزين ناخد في اعتقادنا ان البرايمري كي لازم يكون اوتو نمبر او الاوتو نمبر لازم يكون برايمري كي. ممكن يختلف معايا، بس انا بفضل الاوتو نمبر كداتا طيب عشان تحمل عني همين، هم عدم التكرار ان لازم البرايمري كي يكون يونيك، والهم التاني انه ما يكونش بيتنسي اللي هو نوت. طبعا اللي كان النوت نال، فمين بيشيل عندي الهم ده ولما احب اعمل برايمري كي جوه الاكسس؟ قال لي انا عندي الداتا تايب اللي هي الاوتو نمبر بتشيل عندي الهم ده. من خصائص الاوتو نمبر ان هي بتبقى اندكس، يعني الحقل اللي معمول عليه الخصائص المتميزه دي ان هو ما بيتكررش وان هو ما بيسيبش فاضي، يصلح لان هو يكون اندكس فهرس لاي جدول عندي. بالطبع لو عوزت ابحث في جدول الموظفين خلاص هبحث رقم واحد، واسرع حاجه هتطلع معايا نتيجه، وهتطلع معايا نتيجه واحده بس، يعني مفيش اتنين موظفين. لو بحثت عن الرقم الموظف اللي رقمه 100 مش هيطلع معايا اتنين موظفين، هيطلع موظف واحد وبس. فبكده الاوتو نمبر وفر لي وقت كبير جدا في البحث. لكن انا عندي مشكله ان لو عندي داتابيز وبيجي شخص غريب يبحث فيها ما عندوش البيان الممتاز اللي هو مثلا زي رقم الموظف، واحد غريب جاي بيسأل على موظف من أي مصلحة من المصالح، سواء كانت مصلحة يعني مصلحة العمل أو حاجة اللي زي كده، فجاي بيقول لي لو سمحت في موظف عندك أنا أعرف اسمه. اسمه إيه يا سيدي؟ قال لي اسمه محمد. فلما جيت أبحث عن الفيرست نيم اللي هو محمد لقيته بيتكرر معايا في قاعدة بيانات مش كبيرة جدا فيها حوالي 10,000 موظف، هلاقيه بيتكرر معايا حوالي 1000 مرة إن شخص يكون اسمه الأولاني محمد. قلت له لا ما ينفعش تبحث عنه في الفيرست نيم، ممكن نبحث عنه في اللاست نيم. قال لي ماشي، اللاست نيم بتاعه أحمد. لقيته وصل معايا العدد لإيه؟ 500. فما يبقاش ينفع ان انا اعمل سيرش لا بالفيرست نيم ولا باللاست نيم. قال لي في عندك فيلد احنا عاملينه اللي هو الاسم الاخير او اسم العائله اللي هو فاميلي نيم. الفاميلي نيم ده زي ما قلنا ممكن يبقى الدمياطي، البنهاوي، الشرقاوي، الكلام زي كده. هنلاقي درجه تكراره في قاعده بيانات زي كده فيها مثلا 10,000 موظف ممكن لا تتعدى 50 تكرار. طبعا ده بالنسبه مقارنه بده او بده، هلاقي طبعا ده احسن بكتير في البحث. فبيجي معايا ظرف معين غير ان الاوتو نمبر طبعا هو اندكس تلقائي، بلاقي ان انا محتاج اعمل حقل تاني زي الفاميلي نيم، محتاج اعمل عليه حاجة اسمها اندكس. طيب الاندكس ده قال لي عشان تعمله في شوية شروط. أول حاجة إن الجدول يكون فيه زي ما قلنا قبل كده بيانات كتيرة، ودي متوفرة إن أنا عندي 10,000 إيه موظف في نفس الجدول ده و10,000 ريكورد. طيب ده رقم واحد، يعني ما جيش على جدول فاضي ما فيهوش غير 10 20 موظف وراح اعمل عليه اندكس، لان الاندكس يا جماعه من الحاجات المجهده جدا للسيرفر بتاعي او للداتابيس بتاعتي، بتاخد وقت وبتتقل قاعده البيانات دي، ولا يستحب ان انا اعمله عمال على بطال. لازم اعمله في الحالات اللي زي ما قلنا كده، واعمله على الحقول. ما حد يجي يقول لي طب ما انا اعمل على كل الحقول اندكس وريح نفسي، لا ما ينفعش. احنا بنعمله على الحقل اللي بيستخدم كتير في البحث، ده الشرط رقم واحد خلاص اللي ممكن اطلع منه النتيجه اللي ما بيتكررش كتير. يبقى شروط في الحقل اللي هختاره كاندكس ان هو يكون لا يتكرر كثيرا، قليل التكرار زي ما قلنا قبل كده خلاص، وفي نفس الوقت بيستخدم في البحث، ما يكونش مهمل في البحث. يعني ما جيش مثلا الراجل الغريب اللي جاي من بره بيسأل على موظف ما قلهوش تعرف هو مثلا اتعين يوم كام، ده بالنسبة له حاجة مبهمة طبعا،
او مثلا كان جاي لنا من شركة ايه قبل كده، او حاجات زي كده ممكن يبقى صعب ان حد يسأل بيها. ايه الحاجة اللي اكتر حاجة ممكن الناس تسأل بيها بعد الفيرست نيم لقيناه ما ينفعش، واللاست نيم لقينا ان الفاميلي نيم هو اللي ينفع، فعملنا عليه اندكس. فالاندكس جه قال لي هو انا مش مفروض ما اكونش بتكرر زي الاوتو نمبر؟ قلت له لا معلش، الاوتو نمبر انا خليته ما بيتكررش، ودي حاجه يا جماعه ايه لو كنت في المره اللي فاتت ما ركزتش عليها كويس، فانا لا ما اقصدش لازم الاوتو نمبر يكون ما بيتكررش، لا يصح خالص ان انا اعمله بيتكرر، لانه كده مش هياخد الخاصيه بتاعه الايه ان هو يبقى يونيك. طيب ايه اللي ممكن اعمله بيقبل التكرار ويكون اندكس؟ قلنا الفاميلي نيم. ليه يقبل التكرار؟ ما انت غصب عنك ممكن يبقى فيه اتنين من نفس العيله موجودين في الشركه، ثلاثه خلاص، فساعتها هعمله اندكس. فهل الاندكس بيتيح لي فعلا هو واخد باله بيقول لي انا عندي ثلاث اختيارات؟ اختيار اللي هو نو اندكس، وده الطبيعي اللي المفروض اعمله مع كل الحقول الا الحقول اللي انطبق عليها الشرطين اللي قلنا عليهم ان هو يكون قليل في التكرار، بيستخدم في البحث في جدول كبير جدا. طيب يبقى الطبيعي بتاعي على اي حقل ان هو ايه نوت اندكسد، مش محتاج الاندكس، قلنا بيتقل قاعدة البيانات بتاعتي. طيب الاندكس بقى لو هعمله اندكس قال لي عندك اتنين يس. ازاي اتنين يس يا عم؟ قال لي في يس وبيقبل الدوبليكيت وفي يس وبيرفض الدوبليكيت، يعني نو دوبليكيت. ازاي؟ قال لي نفترض عندك حالتين، لما تيجي تعمل على اسم العيلة يبقى ساعتها هوافق لك على التكرار، هتيجي ساعتها تختار من اندكس يس ودوبليكيت اوكي، دي حالة خاصة. طيب حضرتك بقى بتعمل اندكس على حقل فيه مثلا رقم تليفون العميل او باركود لدواء، يبقى ساعتها مش ممكن احتاج التكرار، لان التكرار غير وارد. ازاي التكرار هيبقى وارد في تليفون عميل؟ مفيش اتنين بيبقى ليهم نفس التليفون. خلاص فساعتها هلغي التكرار واقول له اه اعمل له اندكس بس لا يقبل التكرار. تيجي انت تدخل حاجه متكرره يقول لك انا ما اقبلهاش. طيب لو حبينا نطبق الكلام ده عملي على قاعده البيانات بتاعتنا، جينا نشوف الاوتو نمبر بتاعي، هلاقيه ان هو الاوتوماتيك بتاعه ايه يس، هو اندكسد بات نو دوبليكيت. طيب انا ممكن اعدله اه بس هتبوظ الدنيا. طيب نيجي مثلا على نقول اسم العيله في جدول المدربين، رحت لجدول المدربين فتحت الديزاين بتاعه وجيت ابص على الفاميلي نيم بتاع الموظف بتاع المدرب، لقيته موجود عندي ان هو تكست. طيب جيت ابص في الاندكس بتاعه لقيته الطبيعي بتاعه زي اي حقل ما قلنا هيبقى نو. قلت له طيب انا عايزه يبقى يس ولا يقبل التكرار، قلت اما اجرب، وفعلا سيفت الحاجه دي ورحت افتح وبدات اجي في اسم العيله بتاع المدرب وسميت ده مثلا الدمياطي، التاني البنهاوي، التالت الشرقاوي مثلا ما نزعلش حد، وجيت هنا بكتب الشرقاوي مرة تانية، بشوف بقى الحاجات اللي عندي فيها قواعد زي ده مثلا ما ينفعش يتصف فاضي كده، وجاي انزل تحت فراح مديني ايرور. قال لي ايه؟ بص يا سيدي، ذا تشينج يو ريكويستد تو ذا تيبل، التشينج اللي انت عايز تعمله للتيبل دلوقتي نوت سكسسفول بيكوز ايه؟ زي وات كرييت دوبليكيت فاليو ان ذا اندكس، هيعمل دوبليكيت في الاندكس، والبرايمري كي او الريليشن شيب اللي عندك بتعدل الداتا، فلو سمحت حضرتك راعي القصه دي وتراي اجين. يعني ايه؟ يعني ما تكتبش الشرقاوي ده مثلا، خليه المنوفي، انزل كده محدش هيكلمك ولا حد، مش عشان خاطر هو منوفي، لا عشان خاطر ايه فعلا مش هيتكلم معاك، الاكسس مش هيرفض حاجة زي كده. لكن لو انا رجعت وعملته قلت له لا تعالى ده ما ينفعش، ده لازم يبقى يقبل التكرار، دوبليكيت اوكي وسيفت، وجيت بعد كده في الفيو الطبيعي وجاي بكتب يوزر جديد ورحت كاتب له برضو الشرقاوي تاني، وبدأت هنا اكتب اي حاجة في الحاجات اللي هي لازم اكتبها زي ما انتوا عارفين ان هي required، ورحت نازل وبنزل هنا ما ادانيش اي شك. وليه؟ لان انا سمحت له بتكرار. يبقى في الحالات اللي بسمح له فيها بعدم التكرار لو جيت كررت نفس البيان مرتين سواء كان رقم تاريخ اسم اي حاجة خلاص هيبدأ يديني الايرور اللي انتوا شفتوه ان هو لا يقبل التكرار. لكن لو خليته يقبل التكرار يبقى اندكس ويقبل التكرار ساعتها مش هيديني ايرور لو كررت الحاجه دي. ارجو ان يكون الاندكس من الحاجات المهمه جدا تكون اتفهمت ووصلت لكم،
وبالتوفيق ان شاء الله، وادعوكم متابعة بقية الفيديوهات، وان شاء الله الدروس يعني بتكتمل بإذن الله، وبالتوفيق لينا ولكم كلها ولكلكم وللأكاديمية. وبشكركم، كان معكم محمد مصطفى محمد سويس.